واحد من القمال الصحفيه المحترمه، نائب رئيس رابطه نقاد الرياضيين سابقا، واعتقد من المرشحين ويستحق ان هو يبقى رئيس رابطه النقاد الرياضيين. شخصيه كمان محترمه وجميله. طيب خلينا نروح سريعا بقى يعني لزميلي امير هشام وكواليس وصول فريق نادي الاهلي لارض الوطن مصر. فبالتالي امير مساء الخير عليك. تحياتي ليك على ضيوفك وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. تحياتي ليك يا امير. يعني قول لي ايه اخر اخبار فريقنا والرجوع والرحله كانت عامله ازاي يعني؟ طبعا منذ لحظات بالتحديد وصل فريق النادي الاهلي خلاص لمدينه القاهره مقر القرار بالتحديد. طبعا حقق انتهاء بطوله دوري ابطال افريقيا والهزيمه في المباراه النهائيه امام فريق الوداد المغربي، لكن اكيد الكواليس يعني في حاله حزن اكيد عند لاعبي النادي الاهلي وعند الزعزعه بشكل عام، خصوصا ان احنا كان عندنا امل كبير جدا ان النادي الاهلي يقدر ياخد هذه البطوله بعد ما قدر ان هو يتخطى عقبات صعبه جدا في خلال البطوله، لكن لا قدر الله ما شاء فعل. طبعا الخساره دي مش نهايه المطاف بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي عنده العديد والعديد من البطولات، وان شاء الله الفريق هيبص للمراحل المقبله والبطولات المقبله ان شاء الله لتحقيقها واسعاد كل جمهور النادي الاهلي. خليني اقول لك ان الكابتن حسام طبعا ما رافقش بعثة النادي الاهلي، توجه مباشره من صباح اليوم من المغرب الى كندا للاطمئنان اكيد على بلاده. طبعا تعرضت لحادث مؤخرا يمكن هي خلاص حياتها في تحسن مستمر، لكن بقيه افراد البعثه طبعا كانوا متواجدين في الطائره الاقل لبعثه النادي الاهلي الى مطار القاهره الدولي، وكل الامور ماشيه بشكل جيد. خليني اقول لك برنامج الفريق خلال الفتره الجايه من بكره ان شاء الله عبر كابتن فاروق هيبقى في تدريبات بالنسبه للنادي الاهلي في تمام الساعه 3:30 عشان يبتدي الفريق يستعد ان شاء الله للمباراه المقبله في بطوله كاس مصر امام تليفونات بني سويف. التدريبات اكيد هيقودها كابتن احمد ايوب المدرب العام، وهيقود ايضا المباراه يوم الجمعه. كابتن حسام بدري ان شاء الله هيوصل يوم الجمعه القادم، لكن مش هيكون متواجد في مباراه الاهلي تليفونات بني سويف. طبعا مران غد هيكون مران استشفائي للاعبين اللي شاركوا في المباراه بشكل اساسي، ومران هيكون اكيد قوي للاعبين اللي ما شاركوش في هذه المباراه، لكن بشكل عام نتمنى كل التوفيق طيب للنادي الاهلي في المراحل. امير يعني قبل ما اقطع كلامك ويعني طمني طبعا على اللاعبين، هل في اصابات في المباراه السابقه؟ هل في مشاكل ممكن بتواجه اي لعيب في ان هو يبقى موجود في المباريات القادمه؟ لا لا، لاعبي النادي الاهلي كلهم بخير، كلهم سلام، ما فيش اي اصابات اذكر يعني خلال مباراه الامس، لكن احنا الاصابات الموجوده في النادي الاهلي معروفه، صالح جمعه، حسام عاشور، وعلي معلول، هم اصاباتهم في تحسن مستمر. علي معلول طبعا متواجد في تونس عشان الاصابه، وكان واخد اجازه من الجهاز الفني عشان هو مصاب وبيعمل بعض التدريبات التاهيليه بالنسبه له، ايضا بسبب احتماليه مشاركته في مباراه تونس وليبيا، لكن هي تبدو صعبه خصوصا ان هو عنده مزق في العضله الخلفيه. صالح جمعه حالته في تحسن مستمر، نفس الحال بالنسبه لحسام عاشور، لكن بقيه لاعبي النادي الاهلي كلهم سلام وكلهم ان شاء الله جاهزين للمباراه المقبله، خصوصا ان احنا عارفين النادي الاهلي نادي طبعا لعبته كلهم ابطال، بيركزوا خلاص بيطوا صفحه الخساره اكيد بطوله دوري ابطال افريقيا، ويتم التركيز ان شاء الله للمراحل المقبله البطولات المقبله بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن فاروق ان شاء الله. امير انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا، يعني الحمد لله على السلامه. ابطال ده يعني لحظه وصول الفريق من الطياره، اهو معانا زميلنا امير هشام وكل طاقم العمل موجود معاهم في الطياره، يعني الحمد لله على سلامتكم.